خلك ملابس لعندي السالفه من اول هذا قصيده دتا قبل سنتين تعال كاميرا قول يا راكب اللي ما يجنب فيه التفتيش ولا يجنب حوثي ولا اصحابه شرعيه وسواقها ما يقبل الزنطه والتهميش وموصل عتاده على الخطوط الاماميه ومن وضعها القاسي تقول انه درويش وهو مطلبه جنه وسبعين حوريه ويا حوري الجنه تريني مولع فيش ومشتاق لش والشوقه 200% ومهما الثمن غالي فلا بدلي مرضيش دمي مهر لش والروح مني كراميه شهدها على ديني وراها يطيب العيش ولا مت فوق الفرشه وعال منيه وفي مجلس الندوه تقرر كبار قريش حاصر رسول الله فشعابه قفريه وقد جاها من الشيطانه اللي طبعها التعريش على صوره انه شيخه يحمل عداويه وقال اجمعوا خمسه جلاده من اقوى الجيش ونقتل محمد عندها افكار سلبيه يعادوا محمد للعداوه دعات الطيش وقروا على كل الخطط الانتقاميه على الشريعه عادلك ربنا يحميش وخلاها ذر الطينه فوق الحراميه وربي معيش ثم الفدائي علي يفديش رقد في فراشه والنبي راح ظهريه خرج صاحبته ابو بكر يقدم ويرجع ليش وينظر شماله عن يمينه بجديه وذات النطاقين قبلت باللبن والعيش وراء على غنم يمشي صباحنا وعصريه ويا نفس طه حرص ابو بكر لا يعديش يسدد جحور الغار ولدغ من الحيه وجل عنكبوت عمل خيوطه لهم تهميش وجات الحمامه وعمل يعشه سخريه ويا هجره المختاره لشقون بات ويش انصارهم يا اخي قبائل يمانيه وقامت دعات الحق يا تايه تهديش من سبل هالتاريخ هجري وهجريه وسارت لهم دوله وصبح لديهم جيش يهدد دعات الشركة شرقي وغربية وصلوا عدد ما كل طائر سبع بالريش على الرحمن المهدى لنسي وجنية صح لسانك الشاعر عباد الحامل الطبياني تحياتنا لك